الآن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر لجميع من شارك وساهم وبدل وأعطى ما أعطى في إقامة وإحياء مآتم أبي عبد الله الحسين عليه السلام وإحياء عاشوراء الإمام الحسين بذلك الزخم وذلك العطاء وذلك التجلي العاشورائي الحسيني الكبار. نتقدم بالشكر الجزيل للسادة العلماء والخطباء الذين بذلوا جهدهم وعطاءهم وبذلوا الفكرة والتوجيه والإرشاد والعزاء والعاطفة على منبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، علموا وأرشدوا وفهموا وبينوا وبكوا وأبكوا، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين وجعل الله ذلك نصرة لهم. ونتقدم بالشكر أيضا كذلك لأصحاب المآتم أصحاب الحسينيات والذين أحيوا مآتم أبي عبد الله الحسين عليه السلام بفتح الحسينيات وما بذلوه من وقتهم وأموالهم وحفاوة استقبالهم، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين. وكذلك نشكر الكوادر الأعزاء ورجال الأمن الذين حافظوا على أمن مآتم أبي عبد الله الحسين عليه السلام من أن يقصدها الحاقدون أو أولئك الحقد التكفيريون، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين. ونشكر عموم المؤمنين أيضا على تفاعلهم وحضورهم في تلك المجالس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم جميعا نصرة لأبي عبد الله الإمام الحسين، فإن نداء الإمام الحسين عليه السلام أمام الناصر ينصرنا لا زال مستمرا، وكلما يعطى في بيان أهداف عاشوراء الإمام الحسين وإحياء عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام وتجديد ذكرى الطف وذكرى عاشوراء الإمام الحسين بأهدافها التي ضحى من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، لا شك أن ذلك نصرة للإمام الحسين ونصرة لمبادئ الحسين وقيم الحسين. وأنتم جميعا إن شاء الله ممن انتصر لتلك المبادئ ولتلك الأهداف ولتلك القيم، فأسأل الله أن يكتبها لجميع أولئك الذين أعطوا وبذلوا وحضروا، يكتبها لهم نصرة بين يدي الحسين عليه السلام.